اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وسعاده وسلامه دايما يا رب، وفي احسن حال وافضل حال دايما يا رب. لو لسه ليكم اول مره معايا هنا على القناه، فانا معاكم المستشاره القانونيه مينا سيد، الرد على كل استشاراتكم القانونيه والغير قانونيه كمان. فضلا وليس امرا يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد فيد، لانك كده كده معانا اكيد هتستفيد. هخش لكم في الموضوع على طول واقول لكم ان هي راحت سلمت نفسها، راحت سلمت نفسها لاهلها والمركز كمان بتاع دسوق اللي في محافظه كفر الشيخ، اكيد كلنا طبعا عارفين. قالت لهم ايوه انا قتلت بنتي. هي دي الحلقه اللي كنت بتكلم معاكم عنها من امبارح، اللي قلت لكم استنوني. متخيلين ان الفطره اصلا اللي ربنا خلقها لينا او خلقنا عليها ان احنا ما نستحملش بنت من بناتنا ولا طفل من اطفالنا ولا ولد ولا ايا كان يتعور، ما نستحملهوش يقول اي؟ متخيلين ان ام راحة مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ راحة تبلغ عن نفسها وتقول ايوه انا خلصت على بنتي، اصل انا كنت حزينة شوية ومكتئبة، اخدنا وسمعنا ودننا خلاص زهقت من كتر اللي بنسمعه عن ابن قتل ابوه، ام بنت عملت مش عارف ايه في امها، ويمكن كانت جريمة كبيرة قوي لما عرفنا ان هي قتلت امها وكبت عليها ميه سخنه وحوارات كده كتير. فطلعنا او من زمان من قديم الازل واحنا طالعين قلبي على ابني انفطر وقلب ابني عليا حجر. لكن النهارده في موضوعنا هنعكسها عشان لما تيجي ام تروح تقول انا قتلت بنتي اصل هي اصل انا كنت حزينه وانا كنت تعبانه ومخنوقه ومكتئبه، وفي دماغها ان هي كده هتطلع بره براءه، تبقى غلطانة. القصة بتاعتنا ابتدت من بلاغ تلقاه مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ عن أم قتلت بنتها وسابتها وجت عندنا. راحوا شافوا البنت، لقوا البنت مضروبة بعدة ضربات كتير جدا لحد ما خلصت عليها بقالها يومين. يعني الام ضربت بنتها بعدة ضربات موتتها، وقامت جايه سايباها بقالها يومين وراحت هي عند اهلها، وبعد يومين بتقول لاهلها انا خلصت على بنتي. خلصتي على بنتك ازاي؟ ضربتها اصلا كنت مكتئبه وحزينه وزعلانه ومتوتره، وانتوا عارفين ان انا اصلا نفسيتي تعبانه. هنا اهلها كلهم قاموا عليها وجايين واخدينها من ايديها وقالوا لها لا احنا كده زهقنا منك، ده واضح ان هي كان ليها حاجات سابقه، خدوها من ايديها وطلعوا بيها على المركز وبلغوا عنها وقالوا في المركز ان هي جايه بتقول 1 2 3. المركز خد بعضه، تحريات طلعت على الشقه، وزي ما انا ذكرت ليكم ان هم لقوها ميته بعد ضربات. هنا تم القبض عليها فورا. هي بقى في دماغها ان هو خلاص يعني جلسة والتانية وهطلع براءة ما انا تعبانة. لكن صدمة الكل هنا لما تطلع بنتها الكبيرة وتقول لا انا امي سليمة، انا امي ما فيهاش حاجة، دموع التماسيح اللي امي بتعملها دي بتمثل عليكم، انا ابويا مات بحصرته بسبب امي، واختي ندى اللي عندها 14 سنة ماتت برضو على ايد امه. انا النهاردة جاية اقول الحقيقة. طب قولي ايه الحقيقة؟ ندى ماتت ازاي؟ قالت ندى ماتت لما جت عمتي قالت القمر ده يا ندى، ده انت احلى من امك. طبعا الكلام لا يعقل، لكن ايوه هو ده اللي حصل. الكلام محدش يصدقه، بس هو ده اللي حصل. قالت انا امي مش تعبانة ومش مكتئبة وما فيهاش حاجة خالص، أنا أمي نرجسية، وإن كنت معرفش يعني إيه نرجسية أصلا، بس أنا بسمع الكلمة دي كتير حتى من أهلها، من خالي وخالتي وجدتي بسمع يقولوا أمي نرجسية. طب خلينا بقى كده نتطرق كده حاجة بسيطة لمعنى كلمة نرجسية. نرجسية دي كلنا عايشين وسطيهم، أو هما كلهم عايشين وسطينا. الفرق بين الشخص النرجسي والشخص العادي ان الشخص العادي بيحب نفسه وبيحب الاخرين، لكن الشخص النرجسي ده بيحب نفسه بس، الانا عنده كلمة انا احلى واحد، انا اللي عملت، انا اللي سويت، انا البريمو، انا الاسد، انا انا
عنده الأنا. أمي كده، أمي كده، أمي عندها كل حاجة الأنا. أمي تزعل قوي لو حد قال أنت أحلى من أمك، أو أنت إيه القمر ده. لا، لازم يا إما يتقال أنت حلوة طالعة لأمك، يا إما أنت أمك حلوة، يا إما تتقال مباشرة كده لأمي إن أمي هي اللي حلوة. إنما إزاي عمتي تقول أنت أحلى من أمك، أو إيه القمر ده. أنا أختي ندى ماتت عشان كانت أحلى من أمي. أمي ما استحملتش حد يقول لها أنت أحلى مني. هو ده اللي خلى امي تمسكها تتخانق معاها وتضربها بايد الهون اكتر من ضربه على دماغها، وبالاقلام وبرجليها، لحد اختي ما ماتت. وفي الاخر خدتني وطلعنا على بيت جدي، وفضلنا قاعدين هناك يومين، وما فكرتش حتى خلال اليومين دول اللي ممكن يكون حصل لاختي. سابت بصي اختي مرميه في الشقه يومين، يعني حتى ما اتعظتش ولا فاقت ولا مشاعرها حست ده، لحد النهارده بتمثل عليكم عشان تطلع براءة. متخيلين ان بنت هي اللي بتوصل امها الحبل عشماوي؟ متخيلين ان بنت هي اللي بتقول انا امي هي اعدموها لانها كانت السبب في موت ابويا والسبب في موت اختي؟ الغريب بقى ان اهل سهام كلهم، اللي هي الام، ما هي الام اسمها سهام، اهل سهام كلهم كان رايهم نفس راي الاخت الكبيره او البنت الكبيره. ايوه، احنا بنتنا نرجسيه، دايما بتحب نفسها احلى واحده، دايما شايفه نفسها هي اجمل واحده، دايما شايفه نفسها هي الوحيده اللي بتتعب، هي الوحيده اللي. بس عمرنا ما كنا نتخيل ان هي ممكن تخلص على بنتها عشان عمتها بتقول لها انت احلى من امك. وما جاش في دماغنا ان جوزها خالد ممكن يكون مات بالسكته القلبيه لما اتخانق معاها، عشان برضه هي كانت نرجسيه في الوقت ده، وشايفه نفسها ان هي اللي بتعمل وبتسوي ومش عارف ايه. اخر كلمه قالتها لامها حسبي الله ونعم الوكيل، دي كانت الكلمه الاخيره اللي البنت الكبيره قالتها لامها وهي راحت تتسلم لحبل عشمان. قلبي على ابني اتفطر وقلب ابني عليا حجر، ما بقتش النهاردة، دي كانت زمان. لكن النهاردة الأب بيقتل ابنه، والأخ بيقتل أخوه، والبنت بتقتل أمها، والأم بتقتل بنتها. اللهم عافينا وارحمنا برحمتك، بجد ربنا يرحمنا برحمته. كانت معاكم المستشارة القانونية أمينة سيد، وإن شاء الله على لقاء آخر وفيديو جديد بإذن الله، ويا رب ما يكونش جريمة جديدة.